موفد الإخبارية السورية الزميل ربيع عديبي متواجد في ساحة العباسيين وأكثر من منطقة في هذا المحور لرصد آخر التطورات هناك فيما يخص جبهة جوبر والقابون. صباح الخير ربيع. تحية لك ليمونة. ما الجديد ربيع لهذه الساعات الصباحية الأولى فيما يخص جبهة جوبر والقابون؟ في الرابعة فجرا بدأت مجموعات إرهابية محاولة تسلل جديدة للمرة الثالثة باتجاه محور معمل النسيج. هذه العملية تصدى لها الجيش العربي السوري، وكبد المجموعات الإرهابية المهاجمة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، ومن ثم تم انسحابهم. مع ساعات الصباح الأولى يعني بعد السادسة صباحا بدأت عملية عسكرية معاكسة للجيش العربي السوري. خلفي في الصورة تظهر بعض الاشتباكات في عمق الصورة في محيط معمل النسيج ومعمل السيرونيكس، حيث بدأت عملية معاكسة لوحدات الجيش العربي السوري في التقدم إلى عمق المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين، ولتعزيز الطوق الذي فرضه الجيش العربي السوري على المجموعات الإرهابية في القابون. بشكل عام المجموعات الإرهابية كانت قد أعلنت عن بدء المرحلة الثالثة من الهجمة الإرهابية أمس مساء عند 12 ليلا، كانوا قد أعلنوا عن بدء المرحلة الثالثة، لكن زخم هذه العملية عملية التسلل كانت هي عبارة عن مجموعات قليلة العدد هي من حاولت التسلل فجرا. لم يكن هناك يعني كما المرات السابقة في الأيام الماضية مصفحات أو عربات مفخخة انتحارية توجهت إلى نقاط الجيش، هي فقط كانت مجموعات حاولت التسلل إلى محيط معمل الغزل والنسيج وإلى منطقة الساد كوب، لكن أفشل العمل الإرهابي تماما. منذ ساعتين حتى اللحظة لم تهدأ الاشتباكات، معظم أصوات الاشتباكات هي قادمة نتيجة العملية التي يشنها الجيش العربي السوري. كان هناك يعني قبل قليل كنا من أحد المحاور نرصد العمليات القتالية، هناك حشود عسكرية ضخمة من عدة محاور باتجاه بساتين مرزي وأيضا باتجاه منطقة الطوق بين القابون وجوبر، في محاولة من الجيش العربي السوري لقضم مزيد من المناطق والنقاط وإعادة تثبيت نقاطه المتقدمة في منطقة جوبر. إضافة إلى ذلك صباحا كان سلاح الجو في الجيش العربي السوري قد وجه عدة غارات جوية إلى مناطق تحصن الإرهابيين عند المتحلق الجنوبي وخاصة في عين ترمة وزملكة وعربين، وكان هناك حديث عن ضرب مقرات قيادية ومستودعات للذخيرة. الغارات الجوية كان الهدف منها هي ضرب مستودعات الذخيرة لمنع إمداد الجبهة أو المجموعات الإرهابية المتقدمة. هي تعاني حقيقة نتيجة الهجوم الفاشل في الرابعة فجرا من قلة في السلاح وقلة في العتاد وعمليات التذخير. لم نرى هذا الزخم كما حدث في الهجمة الأولى، بل على العكس تماما كما قلت لك هي مجموعات فردية تسللت عبر الأنفاق من عدة محاور إلى معمل النسيج وإلى منطقة الساد كوب. تم إفشال العملية، معمل النسيج بمعظمه هو تحت سيطرة الجيش العربي السوري. الآن هناك يعني تسمع أصوات ضربات المدرعات والمدفعية من قبل الجيش، وهناك تقدم أيضا إلى مناطق جديدة. نعم ربيع، يعني في ظل هذه التطورات في منطقة وجبهة جوبر، هل لا يزال الجيش العربي السوري يكمل هذه العملية العسكرية في القابون، خاصة أنه بدأ هذه العملية منذ أكثر من 15 يوما؟ هل هي مستمرة العمليات القتالية للجيش العربي السوري هناك؟ نعم، الخط الفاصل ليمونة كما تعلمين يعني الخط الفاصل بين بساتين برزة ومنطقة القابون، وبدء العملية العسكرية إذا تحدثنا عن الثلاثة أسابيع الماضية، الجيش حاول أن يفصل بين برزة والقابون ويطوق القابون بالكامل. حتى اللحظة الطوق متماسك، هناك تعزيز أكبر وتضييق للطوق على إرهابيي القابون، وأساسا أنت تعلمين أيضا أن المشكلة في الأساس هو تضييق الطوق على إرهابيي القابون، هو ما دفع ل بدأ عمل إرهابي من جهة جوبر في محاولة منهم لفك الطوق عن إرهابي القابون. لكن كان هناك هجمات حتى من إرهابي القابون باتجاه منطقة السيرونيكس في محاولة لفك الطوق عن نفسهم، فشلت هذه العملية. اليوم لم يتقدم أحد من محور القابون لأنهم باتوا يعانون من نقص في السلاح والذخيرة، وخاصة أن سلاح الجو كان قد دمر معظم البنى التحتية، تتحدثون عن المرابط المدفعية أو مستودعات الذخيرة لإرهابي القابون.
نعم هم نبيل. اليوم يعانون من شح في الذخيرة والمعدات. الهجوم فقط كان من محور جوبر وعبر السلاح الخفيف والمتوسط، وتم يعني القضاء على معظم المجموعات المهاجمة. نعم نعم زميل ربيع ديبي موفد الإخبارية إلى منطقة العباسيين، أشكرك جزيل الشكر، وسنكون معك برسائل قادمة إن شاء الله على الهواء مباشرة.